أكدت نقابة العمال في إقليم كردستان فرع السليمانية أن تقريرها السنوي للعام المنصرم كشف أن أكثر من 63% من العمال في محافظة السليمانية لا يمتلكون عقود عمل، وحدثت وفاة 17 عاملا وجرح عشرات آخرين أثناء العمل في حدود المحافظة خلال العام المذكور. برزان لانجامي بدو اداتوني سنديكا ولجنة كامان بو كشكاني كريكاران. ضمن عمل لجاننا الرقابية في نقابة العمال بإقليم كردستان فرع السليمانية، تم تسجيل وفاة 17 عاملا في السليمانية أثناء العمل خلال عام 2021 المنصرم، بينهم عامل من إيران وآخر من جنوب العراق. كذلك شهد العام المنصرم جرح العشرات من العمال الآخرين أثناء عملهم، لكن لم يتم تسجيلهم عبر لجاننا النقابية. وقد قامت لجاننا الخاصة بالضمان الاجتماعي بزيارة 1650 مشروعا تضمن نحو 4996 عاملا، بينهم 966 امرأة. كذلك زارت لجاننا الخاصة بالسلامة المهنية نحو 1100 مشروع تضمن أكثر من 8325 عاملا، وللأسف أو بحسب التقرير السنوي فأن أكثر من 63% من العمال لا يملكون عقود عمل، كذلك نحو 42% من العمال لا يمتلكون ضمان اجتماعي، ونسبة النساء من العمال بلغت نحو 20% من مجموع العمال العام. كذلك سجلت لجاننا ما يقدر بنسبة 45% من أماكن العمل غير المرخصة أو ذات رخص منتهية الصلاحية، بالإضافة أن التقرير يؤكد أن 70% من العمال هم غير أعضاء في نقابات العمال. كذلك قامت نقابتنا بدور توعي للعمال عبر تنظيم 15 منتدى حواري وعقد دورات تثقيفية لنحو 150 عاملا. كذلك تم حل مشاكل 120 ملفا داخل النقابة و20 ملفا عبر القضاء بالاعتماد على محامين تابعين للنقابة. وأخيرا أؤكد أن من يحمل بطاقة نقابة العمال في السليمانية سيكون لديه الحق بالتأمين الصحي بنسبة 20% داخل المشافي.